يا مساء الفل عليكم جميعا. حابب أتكلم عن موضوع مهم جدا، من أهم التحاليل اللي موجودة، تحليل اسمه اليورين وتحليل اسمه الاستول، تحليل المية وتحليل البراز، اللي فعلا بيكونوا أساسيين جدا في التشخيص، لدرجة إن كتير بيغفلوا عنهم، وللأسف بيرجع التشخيص يلف لفته ويجي في إن المشكلة بتلاقيها في اليورين مثلا، أو بتلاقيها في وجود بعض المشاكل المعينة في الأسطول. المشكلة بتاعت النهاردة مشكلة كده لطيفة صغنونة كده، بس المفروض احنا في 2022، بمعنى انت لو هتروح معمل او هتروح مكان تعمل فيه شغل، فانت محل من اتنين، انت بتروح تعمل السامبل بتاعتك، بتروح تعمل العينة بتاعتك في المعمل، يا اما بتاخد كوباية معينة من المعمل أو كب معين من المعمل أو كونتينر معين من المعمل وبتعمل فيه السامبل بتاعتك. فالحاجات دي بتبقى حاجات نظيفة أو معقمة. يعني مثلا أما تروح تيجي تعمل عينة مية، عينة المية بتتعمل فيه نقول كب نظيف نظيف خالص، وان يوز، تستعمل مرة واحدة، تمام؟ أو علبة معقمة تبقى مقفولة بالشكل ده. العلبة دي غالية شوية بالنسبة للكارب التاني الأبيض، ودي ليها استخدامات معينة. يعني بمعنى لو في مزرعة، لا ما استقبلهاش في ده، لا عايزه معقم. حلزوني، لا انا بفضل الحلزوني في المعقم. كالبروتكتن بفضله في المعقم. اوكيلو بلازين ستول، دم خفيف البراز، بفضله في المعقم. تحليل بقى ستول عادي، لا اوكي ماشي، نجيب له العلبه دي عادي، مفيش مشكله. بس ما توصلش لدرجه ان الاقي جايب لي ستول براز في علبة كبريت. يعني احنا في 2022، يعني ملوث جايب لي الاستول في علبة جوهرجي كان فيها خاتم، ولا حاجة شهر الخاتم ركنه وجايب لي استول في العلبة بتاعت الخاتم. يعني بجد الواحد شوية كده وهيكلم نفسه، يعني ما تجيبليش عينة المية في علبة ايس كريم. ما هو يا جماعة معلش، يعني بالعجل كده بالراحة هتعمل كونتامينيشن لعينة المية، هتعمل تلوث في عينة المية. والآيس كريم ده ما فيه سكر، ما هيبان معايا في المية، تمام؟ ما دي بلوة، ما دي مصيبة. لحد هنا والأمر سهل، مفيش مشكلة. إنما كون إن معامل، مش هقول معامل تقبل العينات دي وتشتغلها على وضعها، دي مصيبة. يخرب بيوتكم، انتوا بتعملوا ايه؟ تقبلوا عينة براز أو عينة مية في مكان جيلاتي؟ هاو كام؟ ازاي؟ تقول لك غسلها ومنشفاها وعاملاها، يا أختي يا أختك مين؟ يا أختك مين يابا؟ روح يا بابا للي بيعملهولك يعملهولك. يعني يا جماعة مش لكده، يعني يعني في اسكس، في اخلاقيات. الجيلاتي يابا في الايس كريم في سكر، هيعمل ديني سكر في الميه لو انا بستعمل الاستريبس المحترمه كومبسكرين، اللي هي العشره اللي هي المكلفه، اللي هي انا واحد من الناس ما بقتنعش غير بكومبسكرين 10 الالماني 11 الالماني، اوكي تمام. انما تروح تجيب لي كومبي سكرين اللي هم 2 كاشف او ولا 3 كاشف وزحلق واجري وودي المريض على جفاه عشان تعملوا له ب 5 جنيه، ولا تعملوا له
النهارده ما عادش ينفع يتعمل ب 10 جنيه. ما عادش ينفع تحليل اليورين يتعمل ب 10 جنيه. تمام؟ فلا بيتعمل كومب سكرين كامل. تمام؟ زي برضو الحالات اللي بتيجي وما بتعملهاش كونفرميشن لوجود البروتين في اليورين. يعني لو في بروتين في اليورين ده معناه ان الكلى ابتدت تخسر. اسمه زلال في الميه او اسمه البيومين في الميه، ابتدت الكلى تريح. فمحتاجه ان تشوف ايه السبب اللي تعبها وتروح تعالجه. ما بيعملوش الكونفرميشن تيست. ايه في ايه يا جماعه؟ طيب حدوته بسيطه كده. انا اتحكى لي من احد احبائي احد اقاربي انه قاعد في مكان عام وتقال انا سمعت والله دكتور علي كلام عليك، بس انا فعلا انا بستعجب الكلام اللي بيتقال. طبعا الحمد لله يعني انا يعني بحاول قدر الامكان قدر ما استطيع ان اوصل لدايجنوزز مظبوط، وكل انسان باستطاعته. دي بقى اللي يعني بنحاول نقول يا رب احنا بنحاول نعمل قدر استطاعنا، فاللي احنا مش قادرين عليه سامحنا فيه. بس اما يجي مثلا حد من الناس يقول لك ده دكتور علي بيدقق زياده عن اللزوم جوي في التحليل، يا عم يخرب بيتك ما علشانك يا حمار. هو انا بضيع وقتي وبضيع جهدي؟ ده انا بروح اخر الليل خلصان. بروح اخر الليل يعني لو حد زجني كده ممكن لو تعاركت مع واحد اخر الليل هنضرب. مفيش فهم صار. تمام؟ بس يعني انا بدقق وباخد وقتي قدر الامكان عشان اطلع لك نتيجه محترمه تتقارن باماكن تقيله، بحد تقيل، بحد كويس. خلي بالك الاماكن التقيله مش في البراند، بل بالعكس ده البراندات دي شغلها زي الزفت. تمام؟ الا بقى ما رحم ربي يعني زي ما بيقولوا. فانت لا عينت الميه في كاب اقل حاجه نضيف. ده بيسمى كلين كاب. كلين. نضيف. استعمل مره واحده. عينت المزارع وكل البلاد انستول كالبروتكتين اتش بايلوري كلام من ده في ديستالد كاب. في كونتينر معقم. مكفول، مكفول عليه. تمام؟ انت تجيب لي في علبه جيلاتي او في علبه دواء مغسوله او في علبه بتاع اسمه ايه حبوب مثلا معينه ولا مش عارف ايه، ده الكلام ده زفت الزفت. يعني خلاص يا جماعه احنا في 2022 الموضوع ما عادش محتمل كلام. وتجيب لي عينتي ستول في علبه جيلاتي ولا علبه كبريت ولا مكان علبه دواء اللي هو بروح اجيب علبه الدواء يشيل الجراس اللي فيها الشرايط اللي فيها ويحط لي مكانها الايه؟ الستول. يعني ارحمونا بقى، احنا في 2022 يا جماعه يعني الموضوع ما عادش محتمل. انت صحتك اهم. المعمل اللي ياخد منك عينه غير معقمه او عينه مشكوك فيها ما تروحلوش ما تحاسبوش. المعامل اللي بتاخد عينات في كب غير معقم او في علبه غير مضمونه او غير مؤكده نظافتها دي عالم الله يهديهم الاول ويبعدوا عن اللي هم فيه واللي بعد كده مش هنعلق عليه. تمام؟ فعينه الميه مهمه جدا. ده جايب وهنشر بس فيديوهين ثلاثة عن كمية الأملاح الغير طبيعية اللي عندك الأطفال النهارده بقوا فيها. يعني بتلاقي يوريك أسيد، بتلاقي كالسيوم أوكساليت في نفس العينة الاثنين، يبقى فعلاً أنت تقول إيه ده؟ كالسيوم أوكساليت ويوريك أسيد وإيه وصلوا للليفل ده؟ من الهباب اللي بياكلوه. من الاكل بتاع السوبر ماركت او بتاع الدكان او بتاع ده او بتاع ده الزايد عن حده اللي تقريبا الاطفال عايشين عليه. تمام؟ اما تلاقي طفله سنه ونص الاقي عندها يوريك اسيد. يعني معنى خدت انا يعني اقول ايه بس اقول ايه هي كانت جايه لي في كيس جمع بول. مجرد ما بفضي في كيس جمع البول الكريستالات يعني شكل الميه مش حلو. خدت جزء كده من الميه وفردته تحت الميكروسكوب يوريك اسيد بطريقه غريبه. يعني انا لو سنترت العينه انا مش عارف اديه 4 بلس ولا 5 بلس ولا اديله ايه بالظبط.
تمام. فارحموا الاطفال من اكل المكسبات الطعم، من المواد الحافظه، من الحياه دي اللي بتودي الدنيا في داهيه. نرجع مرجعنا تاني للاملاح، فبتلاقي كالسيوم اوكسالات، بتلاقي يوريك اسيد، املاح نجرس، بتلاقي بقى الدنيا معكوكه في صديد، بتلاقي الدنيا متنيله في امورفاس فوسفيت او تريبل فوسفيت. ليه يا جماعه؟ اساسيها تشرب ميه كتير وتبعد عن المواد الحافظه واكل الدكان، يعني بمعنى بتلتزم بالاكل الصحي. قبل كده ما كانش موجود الكلام ده، مش عارف ان الدايره اللي انا عايش فيها ابتدت الامور تسوء. الاملاح بشكل غريب، الصديد بشكل غريب. بالمناسبه ننجل بقى الموضوع تاني سريع، لان الموضوع بقى اللي جاي ده اهم من الكل. مش معقوله ان ام تشوف الطفل بتاعها عنده اسهال ليومين ولا ثلاث ايام ولا اربع ايام وتسيبه. ده هبل، ده جنون. ان الطفل يوصل لجفاف دي كارثه. انت فين؟ زمان في التسعينات ايام ما كانت يعني كان في شويه من الاعتبار للصحه والكلام ده، كان بيجي اعلان كده على التلفزيون المصري، اعلان صغنون كده، كان يقول لك ايه؟ لو حسيت ان في اسهال او في ترجيع عند طفلك اجري بسرعه للصيدليه جيبي محلول معالج الجفاف. وكان يجي كده ايه شكل العلبه بتاعت محلول معالجه الجفاف، وفي نهايه الاعلان وزاره الصحه والسكان. فكانت ناس كتير واعيه للكلام ده. النهارده الام بتسيب الطفل اسبوع وبتسيبه، انا مش عارف يعني، انا صراحه الموضوع لا يحتمل يوم او يومين بكتيره ان الطفل يدخل لجفاف او الطفل يكون عنده اسهال مستمر والام نايمه. تيجي تكلمها تقول لك اجابتك كده، دكتور ده عنده اسهال بقاله يومين. بصراحه انا يعني مش عارف، انا ممكن ارد اقول ايه صراحه، يعني الواحد بيتمالك نفسه بالعافيه عشان يعني يكفي عليه مشاكل يعني. تمام. فالامهات يا جماعه خلوا بالهم جدا من موضوع الاسهال والترجيع. طفل حصل له اسهال مره اتس اوكي، اتنين اتس اوكي، ثلاثه بقعد انا حاطط ايدي كده على خدي مستني الرابعه، لو جت الرابعه على طول مفيش نقاش كشف. على طول لحظه، على طول ما يعني لازم اخد كشف على طول عند دكتور اطفال يعالجه، وبحكي له على اللي حاصل ما بخفيهوش، واضحك على نفسي. ولما الدكتور بيقول لي روح خد محلول في مستشفى اعرف ان ده اصح الصح، انه يفادي الجفاف، لان الجفاف بيموت. تاني، الجفاف بيموت. شكرا، وشوفكم في وقت تاني. مع السلامه.